نهنئ قيادتنا اليوم بإنجاز آخر جيد لمركز القلب في مستشفى القاسني. اليوم تم زراعة أول مجس لقياس الضغط في الشريان الرئوي لمراقبة مرضى فشل عضلة القلب والذين يعانون دائما من دخول متكرر للمستشفى بسبب الاستسقاء وتجمع المياه والسوائل في الرئة. من ضمن التقنيات اللي وصلت حديثة ان احنا بنجيب سنسور صغير بنحطه جوه الرئة في مكان معين ومكان محدد. السنسور ده بيقيس ضغط الشريان الرئوي بحيث انه في اي لحظة لاحظنا نحن عن بعد مراقبة المريض عن بعد ان الضغط الرئوي يرتفع نستدعي المريض نخاطبه ونأتي به إلى المستشفى أو نوصيه ببعض العلاجات وهو في المنزل وهو نوع من المتابعة والعلاج عن بعد. وده بالتالي بيخلي الحياة أفضل بكتير للمرضى خصوصاً لما المريض يبقى عارف ومطمن إن إحنا دايماً عنينا عليه. وألف سلامة.